أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي بالصحفي فائز الشيخ السليك، اللي تم اعتقاله يوم 26 أكتوبر بعد يوم واحد من انقلاب البرهان، واعتقاله تم بعد مشاركته في البرنامج المسائي عبر قناة الجزيرة مباشر، وقضى في الاعتقال مدة 32 يوم، وتم إطلاق سراحه يوم الخميس الفات. أهلا ومرحبا بك أستاذ فايز في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الحصل شنو بالنسبة لك بالضبط؟ أنا كنت بتكلم في واحدة من القنوات الفضائية 26 أكتوبر بعد البيان، اليوم الثاني من انقلاب بيان الانقلاب، في نفس اليوم بتاع المؤتمر الصحفي. بعد ما طلعت من القناة على السلم طوالي، لقيت مجموعة من الناس، في اثنين مسكوني طوالي وقالوا نحن استخبارات عسكرية. طلبت منهم إبراز أي بطاقة أو ما يثبت الحتة البنتمولية، رفضوا طبعا. وأثناء ما بتكلم معاهم برضو حاولت اتصل ببعض الناس عشان أوريهم إنه تم اعتقالي، وهي عملية أشبه بعملية اختطاف، لأنه يعني لا في أمر قبل، لا في كلام من النيابة، لا في حتى الجهازات ما بتبرز لك بطاقتك في وقت في عدد من الجيوش وعدد من القوى المسلحة. بعد ذاك ياهو أخذوا التلفون برضه، أو في واحد من القوى المسكتني أخذ التلفون على أساس إنه لأنه شاف العسكري الثاني كان بجاله يعني، فقال لي خلاص جيبه. المهم تلفوني ده زار إنهم طلعن معتقل. المهم ودونا لمكان مجهول يعني، خدتوا وغطوا وشي أو عيوني بحاجة سودة، ومشينا مكان مجهول انت ما بتعرف ماشي وين ولا كيف. فني بعد ربع ساعة كده تقريبا كل المكان دخلوني زنزانة انفرادية، حط انفرادي، ما في اي تحديد، ما في اي سؤال، ما في اي استفسار، ما في اي حاجة. صلح انه دي واحدة من معتقلات جهاز الامن والمخابرات. بالنسبة لهم قالوا نحن ضيوفنا، نحن ما عندنا أي حاجة، لكن بس يعني نحتفظ بكم هنا. ده شغل تحفظ. قعدت في الحبس الانفرادي؟ قعدنا في الحبس الانفرادي في الأول قريب أسبوعين كده، ما عندك علاقة مع العالم، مقطوع، ما حارب يعني، مقطوع من أي حاجة. لكن بعد الأسبوعين بدت بعض التغييرات يعني، بس سمحوا لنا إنه نطلع برا الزنازين، لكن الحبس الانفرادي برا، لكن في تحسس انفراج داخل يعني. وما في زي ما قلت لك، ما في اتهام، ما في سؤال. برضو بقينا نتصل بالأسر يعني، ممكن يسمحوا لك تتصل بأسرتك، لكن المكالمة بتكون مسموعة من جهاز الأمن اللي هو بيستمع يعني، حتى لو رسالة خاصة أو قضية خاصة مع أسرتك، مع أي واحد من أفراد الأسرة. بعد 32 يوم هم طلبوا أو مش طلبوا، قبل الاتفاق ببرهان وحمدوك مدت يعني رهاصات إنه في اتفاق. بعد الاتفاق كان صراحة المعتقلين، لكن ما تم إطلاق صراحة المعتقلين خالص. قررنا إضراب عن الطعام في اليوم الأول، في ناس تضرب عن الطعام. بعد ذلك قلنا الجمعة كلنا نضرب عن الطعام إذا ما تم إطلاق سراحنا. فعلا يوم الخميس بالليل تم إطلاق سراح معظمنا، وفي جزء قاعد لحد الجمعة.
أطلقوا سراحا صباح السبت يعني، وفي ناس أعتقد أطلقوا سراحهم اليوم، وفي ناس أعتقد لسه موجودين كمان. طيب في داخل المعتقل كيف كان التعامل؟ هل نعم تعرضتوا لضرب؟ الشكل بتاع المعتقل في الحبس الانفرادي كان شنو؟ قاعدين في غرفة، أوضة، مخطوط براك، كيف؟ ايوه، اول شيء الحبس الانفرادي ده بتكون براك واحد، يعني انت قاعد في الحبس الانفرادي اوضه فيها حمام داخلي، وبيكون النور مولع 24 ساعه، والتكييف شغال 24 ساعه برضه، يعني ما بتتكلم الا مع ناس ضباط ولا افراد بتاع جهاز الامن، هم اللي بيجوا يعني بيجوا بيسألوك، ما يعني ما أتيلة لي علاقة بالقضية خالص، ما حصل أي سؤال، ما حصل أي توجيه أي اتهام، ما حصل أي تحري، ما حصل أي تحديد في أي حاجة، لكن في نفس الوقت أيوة ما حصل أي استفزاز، دي كلمة حق نقولها يعني، ما حصل أي اعتداء أو ضرب أو غيره، لكن في النهاية فكرة إنك أنت تكون محبوس ما عارف العالم فيه شنو، في حتة مولي 24 ساعة حبس انفرادي بذات تعذيب نفسي طبعا، وانت برضو ما عارف اهلك حاصل عليهم شنو، ولا هم عارفين حاصل عليك شنو، واسره يعني مرات احنا بنحس انه كانهم بيعاقبوا اسرتنا، لانه نحن وضعنا كويس على مستوى مثلا النفسي، لانه مهيئين للحاجه دي، يعني الواحد مهيئ للاعتقال ومهيئ لاي حاجه داخل المعتقل، لكن الأسرة ذاتها ما بتكون عارفة إنك أنت وين، حاصل عليك شنو، وضعك كيف، وضعك الصحي، خاصة إنه أنا كان عملت عملية جراحية قبل شهر 3 4 شهور أظن، فبيكون في قلق، وفعلا بعد ما أنا اتصلت لمست الحاجة دي إنه كانوا قلقانين جدا، خفت عليهم يعني، لكن يعني ده نوع من العذاب او نوع من الشيء النفسي الصعب، انت لما تكون في عزله نفسيه او عزله احاديه في زنزانه براك ما معك اي زول. استاذ فايز، انت لما كنت في داخل المعتقل خلال الفتره اللي قعدت فيها اكثر من شهر، لقيت ناس معتقلين جوا؟ طبعا برضو كان عندنا وسائل بنعرف الناس المعتقلين منه في الاول، اللي هو عرفنا انه مثلا كان معتقلين معانا عدد من الوزراء 6، فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسي، فيهم وزير الشباب والرياضه يوسف الضي، فيهم وزير الاتصالات هاشم، وفيهم وزير التجاره علي جبه، وعرفنا بعد ذاك مثلا في من تجمع المهنيين كان في اسماعيل التاج، وفي من لجنه التفكيك والتمكين أو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، كان في العقيد الطيب عثمان يوسي، في العقيد شرطة عبد الله سليمان، في ناظم سراج من المجتمع المدني، وفي في برضه من ماهر أبو الجوخ اللي هو الإعلام المعروف، وفي بعد كده أطلقوا سراح وفي إسماعيل التاج من تجمع المهنيين، بعد كده تم إطلاق سراح الأربع الوزراء، ما قابلناهم على الإطلاق، ما عرفنا إطلاق سراحهم إلا بعد فترة، بعد شوية بعد أسبوعين سمحوا لنا بإنهم نطلع بنقابل الناس، برضو من الناس الجونة ثاني زيادة، أيوة في واحد إيهاب من اللي هي لجنة التفكيك برضه، وفي ياسر عوض مدير قناة الخرطوم، ده أصلا موجود من الأول، وفي برضه عدد من قيادة المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، حمزة فاروق، نادر صالح، وطه عثمان من تجمع المهنيين، طه ده اعتقل من امام مبنى الامم المتحده او البحث بتاع يونيتام، ودول حسب روايتهم انه تم اعتقاله بصوره دراماتيكيه، يعني فيها نوع من الرعب وعربات مسلحه وقوه كبيره عاصرت النازل في شارع النيل قدام الامم المتحده
وده بعد اجتماع مع فولكر اللي هو مسؤول البعثة الأممية. والغريبة قال لهم ما حيكون في اعتقالات بعد كده وحيتم إطلاق سراح الناس. وطبعا أدت عهود ناس الانقلابيين لكن كالعادة ما بيوفوا بأي التزام. برضو من الحاجات اللي حصلت مثلا اقتحام بيت العقيد عبد الله سليمان بعد ما اعتقلوا اليوم التاسع اقتحموا البيت داهموا البيت كويس انه اسرته ماظن كانت موجوده وغيره لكن كانت يعني حاجه واضحه انه كان في استهداف للناس في لجنه نظامنا الانقاذ واضح في ناس عندهم ملفات زي دي عايزين يوقفوا المسألة يوقفوا اللجنة دي وما تشتغل عشان النظام القديم يكون موجود. واضح الانقلاب ده عنده علاقة بالنظام القديم أو مدعوم من بعض الجهات في النظام القديم عشان الإسلاميين يكونوا موجودين. عموما يعني زي ما قلت لك دينا الناس كانوا معانا في المعتقلات وفي ناس تم يعني اعتقالهم بصورة واضحة جدا شرسة. أيضا خالد عمر يوسف تعرض لضرب يعني قدام أسرته وأولاده وحتى رموه على الأرض ومزقوا قميصه وأظن ما سمحوا له حتى بارتداء حذاء ولا أي شيء. فنوع من الإهانة كانت يعني كانت حاجة مقصودة واضح جدا جدا وده انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. غير إنه رجل دستوري المفروض يكون عنده حصانة حتى لو في قضية جنائية المفروض بعد ما يرفع الحصانة بعد ذاك يتم الاعتقال. لكن لأن الجهات طبعا المسائل القانونية دي ما بتمشي فيه طيب فما عاينوا لأنه هو رجل دستوري ولا غيره. طيب يا فايز، انت قضيت كم يوم في الاعتقال لحد لحظة؟ أنا قضيت 32 يوم اللي هو من يوم 26 أكتوبر لحد طلعت الخميس المسح اللي هو 26 نوفمبر اللي هو تقريبا 31 أو 32 يوم. دي الفترة اللي أنا قضيتها. خلاصة من التجربة بتاعت ال 32 يوم اطلعت بيها شو؟ أنا طرحت بأول حاجة بأنه ما تم ده عبارة عن قرصنة سياسية مقصود بها اختطاف المرحلة الانتقالية وإيقاف التحول الديمقراطي. أيضا الواضح بأنه الناس اللي نفذوا أو خططوا وشاركوا في المحاولة الانقلابية دي في حاجات ما راعوها منها مثلا الشعب السوداني. هذا شعب عظيم ولا يقبل بأي انقلاب وهو مفروض يعني يعرفوا من البيان الأول الناس دي طلعت الشوارع ودرست الشوارع وقالت إنه لا للانقلاب حتى ما سمعت البيان أصلا. ده أهم درس يا لأنه الشعب السوداني شعب واعي وقدم تضحيات يعني بدليل إنه من أول يوم في ناس استشهدوا التحية للشهداء ولأسر الشهداء و استمرت المظاهرات وكنا واثقين جدا 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 بأن الشعب السوداني ده ما حيمرر المخطط وكنا عارفين انه هنطلع. لكن في نفس الوقت يعني طلعنا شنو اذا في ناس بيموتوا دماء سالت ما كان في داعي للحركه دي كلها. الحاجه الثانيه اللي هي المجتمع الدولي برضه، المجتمع الدولي ده مجتمع رافض الانقلاب معجب بالثوره السودانيه. واضح انه في حصار شديد للنظام. فواضح انه بعض الاعتقالات او اصلاح سراح المعتقلين جاء بتضحيات الشعب السوداني ونضالات الشعب السوداني. ده السبب الرئيسي. السبب الثاني برضه ضغوطات المجتمع الدولي. التحيه للاصدقاء في كل المجتمع الدولي في الامم المتحده، الولايات المتحده، الاتحاد الاوروبي، حتى دول الاقليم رفضت الانقلاب. كل هذه الدول كان موقفها واضح او في الاتحاد الافريقي او في غيره وده كله كان سند للثوره السودانيه. برضه ممكن نقول من التجربه دي طلعنا بانه واضح بانه الناس اللي عملت الانقلاب دي كانت محتاره ما عارفه هتعمل شنو على الاطلاق لانه ما فاهم الشارع، ما فاهم مزاج الشارع، ما فاهم المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت كمان ممكن تجيب لك ناس
معتقلين وتخدهم في معتقل أكثر من 30 يوم وما توجه لهم أي اتهام ولا في أي مستوى قانوني ولا في أي مبرر. وده كله يعني بيوضح التخبط الموجود، وما في ما في ما في أي زور سألو من أي حاجة. برضو من الحاجات اللي نتناها وجود وجود أيادي إسلامية واضحة جدا في الموضوع ده، اللي هي عايزة تسترد السلطة القديمة وبتبكي على نظام البشير، وده ما ممكن ما ممكن على الإطلاق يحصل. و عموما يعني دي الحاجات الواحد لاحظها او الـ 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 يعني ممكن تقول وقف فيها كثير جدا، ووقف فيها مع نفسه وشاف يعني قرى الحاصل، وبانه نهايه المساله دي انه الديمقراطيه هي بتنتصر والتيار الديمقراطي هو اللي بينتصر، لان الثوره السودانيه دي محصنه بدماء السودانيين من أقصى غرب السودان في دارفور إلى شرق السودان إلى الخرطوم. وده واضح برضو زي ما قلنا إنه الإنقلابيين دين حتى يعني واقفين مثلا ضد تسليم المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والحرب في دارفور. واضح إنه في النهاية هم بس عايزين يقولوا مخرج، المخرج ده بالنسبة لهم في السلطة، عشان في النهاية السلطة العسكرية ولا الشمولية دي اللي عايزينها بتفتكر انهم ممكن تشكل لهم حصانة، ممكن بعض الناس عندهم مطامع عندهم مطامع. للأسف يعني برضو بعض الرفاق شاركوا في المسألة دي، ودي مناسبة انه الواحد يناشد الرفاق خاصة في حركات الكفاح المسلح بانه يستفيدوا من التجربة دي ويعودوا الى التيار الديمقراطي وإلى معالجة الإشكالات مع قوى التغيير الأخرى، لأنه في النهاية لا يمكن أن تستند على إنقلابيين، لا يمكن أن يحميك من إنقلابيين. نتمنى إنه يستفيدوا من الدرس ده وخلاص يعني يخشوا في المغامرة دي لنهاية. شكرا للأستاذ فايز الشيخ السليك الصحفي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أيضا أعزائي المتابعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية. إلى اللقاء.